صباح النور منى. هنا في وسط القطاع تواصل للغارات الجوية الإسرائيلية وللقصف المدفعي على مناطق في وسط القطاع. وفي جديد الغارات الجوية الإسرائيلية، قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلا لعائلة المدفع في مخيم المغازي في وسط القطاع، وأدت هذه الغارة إلى استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة عدد آخر بجراح مختلفة، وتم وصول جثماني الشهيدين إلى مستشفى شهداء الأقصى قبل قليل، فضلا عن هناك تدمير للمنزل المستهدف ومنازل قريبة من هذا المنزل في مخيم المغازي. أيضا سبق هذه الغارة قيام الطائرات الحربية الإسرائيلية باستهداف منزلا آخر لعائلة مطر في منطقة الحسينة في غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وأدت أيضا هذه الغارة إلى استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة عدد آخر بجراح مختلفة، وتم نقل جثمين الشهداء والإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى. أيضا كانت هناك غارة إسرائيلية ثالثة على مخيم النصيرات واستهدفت أرضا زراعية المناطق الشمالية لمخيم النصيرات دون وقوع أي من الإصابات. أيضا كانت هناك غارة رابعة استهدفت بلدة الزوايدة في وسط القطاع دون أن يبلغ عن وقوع أي من الإصابات جراء استهداف لأرض زراعية في بلدة الزوايدة في وسط القطاع. أيضا القصف المدفعي ما زال متواصلا سواء على المناطق الشمالية من مخيم النصيرات، منطقة المغراقة، وادي غزة، مدينة الزهراء، هذه المناطق تتعرض دوما لهذا القصف، والمناطق الشرقية أيضا لوسط القطاع، شرق دير البلح، شرق وشمال البريج، شرق مخيم المغازي، شرق قرية المصدر، أيضا هذه المناطق تتعرض دوما لهذا القصف، ويسقط في يعني أحيانا عدد من الشهداء والجرحى جراء هذا القصف المدفع الذي يستهدف المناطق الشرقية، لكن يتم انتشال جثمين الشهداء في وقت لاحق لصعوبة الوصول إلى تلك المنطقة أثناء القصف المدفعي المكثف على تلك المناطق. أيضا في منطقة وادي السلقة إلى الجنوب من مدينة دير البلح، هناك يعني بلاغ من الجيش الإسرائيلي للمواطنين بإخلاء منازلهم، وفعلا منذ يوم أمس والناس يعني تنزح من تلك المنطقة الجنوبية الشرقية من مخيم من وادي السلقة، وينزحون باتجاه المناطق الغربية من مدينة دير البلح على اعتقاد هذه المناطق هي أكثر أمنا، لكن لا يوجد أي مكان آمن في جميع محافظات قطاع غزة. ومع استمرار أيضا موجات النزوح تتقلص المساحات التي يدعي الجيش الإسرائيلي بأنها مناطق إنسانية وآمنة، وهي أصلا تفتقر لأبسط مقومات الحياة من الغذاء، من المياه، من الأدوية، من المستهلكات الطبية، من أبسط مقومات الحياة تكون معدومة، كون هذه الأراضي هي أراضي زراعية، أراضي صحراوية، لا توجد بنى تحتية، لا توجد خيام، لا يوجد مياه صالحة للاستخدام أيضا. فظروف النازحين صعبة وقاهرة جدا، باتوا ليلتهم في الشوارع، على الطرقات، في الأراضي الزراعية، على شاطئ البحر، دون وجود يعني مياه ولا غذاء. أيضا في المناطق الجنوبية أيضا من مدينة دير البلح، منطقة أو بلدة القرارة، هذه البلدة التي بدأ الجيش الإسرائيلي منذ عدة ساعات عملية عسكرية واسعة داخل هذه البلدة، وبدأ هذا الهجوم بقصف جوي ومدفعي استهدف مناطق واسعة ومنازل للمواطنين داخل بلدة القرارة، لكن لا أحد يعلم ما الذي يجري داخل هذه البلدة كونها منطقة فارغة من السكان. طالب الجيش المواطنين بإخلاء المنازل وبدأ بعملية عسكرية إسرائيلية. الوضع في داخل هذه البلدة صعب، سيارات الإسعاف لا تستطيع الوصول إلى تلك المنطقة كونها منطقة عسكرية للجيش الإسرائيلي، فالأمور صعبة وقاهرة جدا. أيضا في بلدة القرارة الجيش الإسرائيلي طالب السكان بالإخلاء، وأيضا نزحوا إلى المناطق الغربية من مدينة خان يونس في منطقة، توجهوا إلى منطقة حمد، إلى المناطق أيضا الغربية القريبة من شاطئ البحر، وأيضا دون وجود أبسط مقومات الحياة افترشوا الأرض على الطرقات في الأراضي الزراعية وغيرها من المناطق الفارغة، لا يملكون سوى ما تمكنوا من الحصول عليه من منازلهم قبل النزوح، فبالتالي الناس هربت قصرا من تحت القصف. شاهدنا
السيدات، بكاء الأطفال، أيضا بكاء الرجال جراء استمرار موجات النزوح لدون وجود مكان آمن في محافظات قطاع غزة. فبالتالي الأمور صعبة وقاهرة جدا، وهذه موجات النزوح تكلف الناس أثمانا سواء نفسية جسدية مالية وغيرها من الأوضاع الصعبة التي يعانوا منها أصلا من عدم توفر المساعدات التي هي ممنوعة، ومحروم قطاع غزة من المساعدات منذ أكثر من 90 يوما، لا يملكون الغذاء ولا المياه النظيفة. فبالتالي الأمور صعبة وقاهرة جدا. فالوضع في جميع محافظات قطاع غزة استمرار للغارات الجوية الإسرائيلية وللقصف المدفعي المتواصل وإطلاق نار من قبل مروحيات إسرائيلية على جميع محافظات القطاع.